سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إليكم اليوم بعض الممثلين المحترفين الذين لا يرغبون في الاعتماد على ممثل بديل. جاكي تشان، ربما لا يوجد ممثل أكثر شهرة منه. صنع هذا الممثل اسمه عن طريق مشاركته في العديد من الأدوار الرائعة والقيام بما لا يستطيع أي شخص آخر القيام به. بفضل جاكي أحب الكثير من المشاهدين فنون القتال، ولكن عدد الإصابات التي تعرض لها هذا الرجل مدهش، يمكنكم أن تروا ذلك في هذه الصورة. من بين أخطر ما تعرض له جاكي تشان هذا الحادث أثناء تصويره لفيلم أرمور أوف جاد. حدث ذلك عندما حاول جاكي القفز من فوق الجدار والتمسك بشجرة، لكنه سقط على الأرض واصطدم رأسه بحجر. كان المشهد الأول ناجحاً للغاية، لكن جاكي لم يعجب به وأصر على تكراره، وهنا وقع الحادث. تم نقل جاكي إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية. لديه اليوم صداع دائم بسبب تلك الإصابة، كما أن أذنه اليمنى لا تسمع بشكل جيد. قبل تصوير المشهد في المركز التجاري في فيلم بولي ستوري، شعر جاكي بخوف حقيقي، حيث كان عليه القفز من ارتفاع كبير والتمسك بعمود معدني والنزول إلى الأسفل. أدرك جاكي أنه يمكن أن يموت، لا يوجد أي ضمان أو تأمين، ولكن لم يكن هناك وقت للتفكير. كان الوقت ضيقاً والمركز التجاري سيعود للعمل في الصباح، ولذلك قرر جاكي القفز. نتيجة لذلك تلقى الممثل حروقاً من الدرجة الثانية بسبب المصابيح الساخنة المعلقة هناك، إضافة إلى إصابته بتفكك في مفصل الحوض عند الوصول إلى الأسفل. استغرق منه الأمر أسبوعاً للعودة مجدداً للعمل. لا يمكن لممثل آخر أن يقوم بما يقوم به جاكي، هو دائماً قادر على التغلب على خوفه. في هذا المشهد مثلاً يمكن أن نرى كيف تعرض لإصابة خطيرة في العمود الفقري والحلق والرقبة. هذا مؤلم حقاً، هذا الممثل رائع وهو مستعد للتضحية بنفسه لإرضاء المشاهدين. جوني ديب، لمدة طويلة تمكنت جوني من تفادي الإصابات أثناء التمثيل، ولكن في تمثيله لفيلم ذا لون رانجر وأثناء ركوبه على الحصان فعل الممثل شيئاً خاطئاً جعله يفقد السيطرة على الحصان الذي ركض مسرعاً وألقى بالممثل على الأرض. هرع طاقم التصوير للمساعدة. لم يصب الممثل بإصابات خطيرة، لكن هذا السقوط كان من الممكن أن يكسر عموده الفقري. كل ما حصل هو تورم المنطقة التي أصابها الحصان بحافره. تبين بعد ذلك أن سبب السقوط هو عدم تثبيت السرج جيداً على الحصان. جينيفر لورانس، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس ليست مشهورة بموهبتها فقط، ولكن أيضاً بالمواقف الطريفة التي حدثت معها، آخرها سقوطها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار. أثناء تصوير فيلم هانجر جيمز تم الاعتماد على آلة لإنتاج الدخان الكثيف، وهو ما جعل الممثلة تشعر بالاختناق. يقولون إن المشهد كان مرعباً بالنسبة للممثلين. بعد انفصال جينيفر عن بقية الممثلين، لاحظ طاقم التصوير أنها كانت ترتعش حرفياً. كانت لديها أيضاً صعوبة في التنفس والكلام. إضافة إلى ذلك فقد كان لديها سعال قوي ودوخة. لحسن الحظ زالت كل تلك الأعراض بعد وقت قصير. آيلا فيشر، ناو يو سي مي هو واحد من الأفلام الرائعة المليئة بالمؤثرات المميزة، ومع ذلك فقد كان الفيلم خطيراً جداً على حياة آيلا فيشر. في القصة كان على البطلة أن تخرج من خزان مائي وهي مقيدة بالسلاسل، وذلك قبل أن تسقط الأسماك المفترسة في الخزان. هي خدعة كلاسيكية، لكن أمراً ما كان خاطئاً. للأسف أصبحت السلسلة متشابكة تحت الماء، وبدأت الممثلة بالغرق. اعتقد الجميع أنها كانت رائعة في أداء الدور، لكنها كانت تغرق بالفعل. في النهاية تم إنقاذها بعد 3 دقائق بعد أن شعر أحد أعضاء طاقم العمل أن أمراً ما يحدث. تشارليز تيرون، تستند قصة فيلم أيون فلاكس على سلسلة الرسوم المتحركة التي تم إطلاقها سنة 2005 والتي تحمل نفس الاسم. وتحويل الرسوم المتحركة إلى فيلم حقيقي ليس أبداً بالأمر السهل. قام تشارليز تيرون بدور البطولة بشكل مثالي. كانت الممثلة راقصة باليه وتتمتع بلياقة بدنية جيدة، ومن أجل التعود على دور العميل السري كان عليها التدرب لمدة 4 أشهر تقريباً، وقد كانت تمارس الرياضة 6 مرات في الأسبوع لمدة 5 ساعات يومياً. مارست كمال الأجسام وبعض فنون القتال البرازيلية والألعاب البهلوانية. شاهدت تشارليز السحالية الاستوائية عن كثب للتعرف على سلوكها، ومثل أي ممثل محترف فقد كانت تشارليز تقوم بالأدوار الخطيرة بنفسها، لكن هذا القرار تسبب لها بإصابة خطيرة.
أثناء هبوطها على الأرض بعد قفزة عالية قامت بها في أحد المشاهد، أصيبت الممثلة على مستوى العمود الفقري. حدث ذلك في اليوم العاشر من التصوير، وتم نقلها إلى مستشفى برلين الذي بقيت فيه مدة 5 أيام. بعد ذلك استغرق الأمر من الممثلة حوالي 6 أسابيع لتكون قادرة على التعافي بشكل كامل. حتى بعد هذه الإصابة استمرت الممثلة في تأدية الأدوار الخطيرة بمفردها، وقد وقعت لها العديد من الإصابات أيضاً بعد ذلك. جورج كلوني. شارك جورج كلوني في العديد من الأعمال التي لا يمكن أن تنسى. هو ممثل محترف ومحبوب عبر العالم. احترافيته دفعته لرفض مشاركة ممثلين بدلاء في مكانه عند تصوير المشاهد الخطيرة. مثال ذلك بعض المشاهد في فيلم سيريانا. لعب الممثل في ذلك الوقت دور عميل في المخابرات الأمريكية وأدى كل المشاهد الخطيرة بنفسه، لكن من الواضح أن تلك لم تكن فكرة جيدة. تأذى الممثل كثيراً من المشهد الذي يتم فيه ربطه بكرسي ثم يتعرض للضرب. كان الأمر يبدو على ما يرام، لكن الممثل أصاب ظهره عند سقوطه على الأرض. شعر بألم شديد وتم نقله إلى المستشفى ليتبين أن لديه إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري. اكتشف الأطباء أن السائل النخاعي بدأ يتسرب من داخل العمود الفقري، وهو أمر خطير جداً. حتى إن نجح الأطباء في إيقاف ذلك التسرب، فإن النتيجة يمكن أن تصل إلى الشلل أو الموت. لحسن الحظ تحسنت حالته بعد العديد من العمليات الجراحية. في النهاية حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، إضافة إلى جائزة جولدن جلوب. تشالنج تيتوم. في فيلم ذا إيجل الذي تم تمثيله في اسكتلندا، اضطر تشالنج لقضاء وقت طويل في الماء. الهواء البارد والمياه الباردة ليست ظروفاً مريحة على الإطلاق. كان الممثل يسكب الماء الدافئ على جسمه باستمرار لكي لا تصيبه نزلة برد. حاول الممثل أخذ الماء من إبريق الشاي وسكبه تحت بذلته للتخلص من آثار البرد، لكنه لم يكن يدرك أن الماء كان ساخناً أكثر من اللازم. في الوقت الذي تدفق فيه الماء المغلي تحت البذلة كان من المستحيل نزعها بسهولة، وحين نجح في ذلك كان قد أصيب بحروق في ساقيه وبطنه. انتهى الأمر به في المستشفى، واعترف لاحقاً بأن تلك كانت أخطر تجربة قام بها في حياته. في النهاية تعافى بسرعة وعاد للتصوير. هالي بيري وروبرت داوني جونيور. في عام 2003 تم إصدار فيلم غوثيكا الذي لم يحظى بترحيب كبير في الوسط الجماهيري. في موقع روتن توميتوز صوت 14% فقط من المشاهدين لصالح الفيلم، وهو ما يساوي 168 مشاهداً فقط. لكن الممثلين كانا ماهرين ويعرفان تماماً كيف يقومان بالعمل، وقد أثبتا في الكثير من الأعمال السابقة أنهما محترفان. أثناء تصوير شجار بين الطرفين حاول الممثل أن يجعل الدور واقعياً أكثر، ولكن ذلك أدى إلى نتيجة سيئة. نتيجة العنف المفرط انكسرت عظام يد الممثلة. استغرق الأمر 3 أسابيع كاملة للشفاء. في وقت لاحق اعترفت الممثلة أنها أدركت على الفور بأن يدها انكسرت، وأن الممثل أدرك ذلك أيضاً لأن كلاهما قد سمع صوت انكسار العظام، وهو صوت لا يمكن أن يتم خلطه مع صوت آخر. ومع ذلك تقول الشائعات بأن الممثل لم يعتذر من زميلته، لكن حتى وإن كان ذلك صحيحاً فإن الممثلة تتفهم الأمر لأنه لم يكن مقصوداً.